اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم في مناقشه ما في الغربال. ويمكن استوقفنا النهارده مقال مهم للناقد الرياضي الكبير الكابتن عصام عبد المنعم في الاهرام، كان بيقول ختامها مسك. وقال الكابتن عصام في بدايه مقالته: المشهد الختامي للدوري الكروي المصري الممتاز كان استثنائيا. واشار الى انه الهدف اللي احرزه وليد سليمان في مباراه طلائع الجيش كان بعد 45 ثانيه، وده في رأيه حدث استثنائي. لكن خلينا بمناسبة الاستثنائية نقف مع حضراتكم عند نقطة. اتحاد الكورة هو بيقبض من وراء الأهلي والزمالك 375 ألف دولار، ال 10% قيمة الجائزة المخصصة للبطل والوصيف في دوري أبطال أفريقيا، تقريبا هو أكتر حاجة أو أكتر حد هيلحق الضرر بالفرقتين مع بعض. الفرقتين مع بعض نظام القيد في الاتحاد الافريقي هيعمل لهم مشاكل كبيره جدا السنه الجايه. وما دمنا بنتكلم في انه ده موسم استثنائي ووضع استثنائي في ظرف استثنائي يحتاج الى علاج استثنائي او حلول استثنائيه، تعالوا نقول لحضراتكم ايه المشكله. اتحاد الكره هيفتح القيد المحلي الاولاني يوم 11/11 11 نوفمبر، يعني كمان 5-6 ايام. القيد الثاني، يعني دي قايمه اولى، القيد الثاني هيتقفل 19 نوفمبر، يعني بعد 6 ايام من القيد الاولاني او 8 ايام. طب الاهلي والزمالك هيلعبوا فاينل افريقيا 27 نوفمبر. هتقول لي ايه المشكله؟ اقول لك دي ام المشاكل، دي مشكله السنه الجايه بجد. عارفين ليه؟ لانه اي لعيب الاهلي او الزمالك، لانه الاثنين في نفس الكيس نفس الحاله، اي لعيب الاهلي محتاجه او اي فريق منهم محتاجه يلعبوا في النهائي في ظل القيد طبعا المحدود والناس اللي مشيت. الاهلي 5-6 لعيبه او اكتر مشوا من القائمه الافريقيه، لكن اللي متاحين دلوقت لازم أن يحتفظ بيهم للنهائي اليوم 27، يعني لازم أن يسجلهم محليا، يعني لازم يستمروا معاه السنه الجايه. يعني لو عايز يجيب لعيب افريقي مش هينفع يجيب الا لو ضحى دلوقتي باللي موجود، يضحي بيه بدري قوي قبل 19 نوفمبر او قبل 11 نوفمبر، والا هيستمر معاه للسنه الجايه، او مش هيلاقي مكان للاعب الاجنبي اللي ممكن يجيبه. الاهلي قرب يخلص بدر بنون او غيره او هيسجله فين؟ لازم يمشي حد. طب يمشي واحد دلوقتي، مين اللي هيلعب في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ العناصر المتاحة المقيدة أفريقيا الفريق هيحتاجها في الفاينل. الحل إيه؟ الحل في القيد الأفريقي. القيد الأفريقي 10 نوفمبر و 30 نوفمبر. 30 نوفمبر سبب إن الاتحاد الأفريقي رحل القيد الأفريقي الأخير ل 30 نوفمبر علشان الإخوة المصريين هيلعبوا الفاينل في 27 نوفمبر. فالاتحاد الافريقي اجل القيد بتاعه الثاني ل 30 نوفمبر. طب الاتحاد المصري ليه ما يعملش كده؟ ليه الاتحاد المصري ما ياجلش غلق باب القيد المحلي لما بعد مباراه الاهلي والزمالك في نهائي دوري الابطال؟ ايه المزاج ان انت تقفل عليه دلوقتي 19 نوفمبر؟ ليه؟ اذا كان الاتحاد الافريقي نفسه مد المساله ل 30 نوفمبر مراعاه لنهائي دوري الابطال، طب ما اعترف النهائي دول مصريين. ليه احنا نعيق حركتهم في الموسم اللي جاي؟ لانه اللي موجود عنده هيسجله غصبا عنه خلاص، او هيضحي بيه ويدخل المباراه النهائيه بعدد اقل من اللعيبه، وعندهم اصابات وعندهم مشاكل وناس كتيره مشيت. وزي ما بقول لكم ده هي كويس ان هي جايه على الطرفين، الزمالك عنده لعيبه كتيره والاهلي عنده لعيبه كتيره، او عنده رغبات لاستبدالات في القوائم. ليه الاتحاد الافريقي ما يكونش باصص للمساله نظره اعتبار للاهلي والزمالك؟ بيراميدز خرج ما كملش، يعني ما كملش في البطوله للنهايه او خرج من النهائي، فبالتالي ما عندوش مشكله في القيد. الاهلي والزمالك اترحلت المباراه النهائيه. عنده اكتر من حل. وانا بقول لكم ده بمناسبه ان ده موسم استثنائي، انت بتتكلم في ظرف استثنائي. الاتحاد الافريقي استثنائيا يا سيدي خلى النهائي من مباراه واحده، ده ما حصلش بالمناسبه في تاريخ البطوله، عملها من مباراه واحده مراعاه لهذا الظرف كورونا والمشاكل الصحيه. خلى
المباراه في الكونفدراليه السيمي فاينل والفاينل في بلد واحده وخلاص المغرب عشان يلم المساله باسرع وقت ممكن. احنا هنا مش قادرين نحط حل استثنائي، عندك اكتر من حل. واتمنى انه الاستاذ عمرو الجنايني واللجنه الخماسيه في اتحاد الكره تنظر للمساله بعين الاعتبار لمصلحه الفرقتين او الناديين، مش بس للاهلي. انا ما بكلمكش، مش مطلوب ان انت تجامل الاهلي، لا هتجامل الاهلي ولا هتجامل الزمالك، انت هتنحاز للمصلحه العامه. وعندك ثلاث حلول بقول لك خد اي واحد منهم يريحك. اما ان انت تودي القيد الاخير لما بعد 27 نوفمبر، يسمح للناديين بعد 27 نوفمبر، او ترحل القيد كله بعد 27 نوفمبر 28 نوفمبر مثلا، بحيث انه لو الاهلي عايز يستخدم سين او صاد من اللعيبه يقدر يستخدمه في المباراه النهائيه، وبعد المباراه شكرا لك ينتقل لاي نادي هو عايزه. اما ان انت تاجل القيد زي ما بقول لكم اللي بقى بعد 27 بعد المباراه، او يتزود عدد الاستبدالات. انت بتقول النادي له حق استبدال خمس لعيبه، طب ما تخليهم للاهلي والزمالك تحديدا عشان البطوله الافريقيه ثمان لعيبه، يبقى يقدر الاهلي او الزمالك يستخدم اللي عايز يستخدمه من اللعيبه اللي محتاجهم في المباراه النهائيه، وعايز يمشيه ضمن الاستبدالات. يبقى انت اديته ميزه في انه يستبدل ثلاثه زياده، او بلاش يا سيدي ما تديهاش للاهلي والزمالك بس، اديها للكل. ارفع عدد الاستبدالات لثمانية، ارفع عدد الاعارات لثمانية. انت بتقول كل نادي له حق يعارض خمس لعيبه، لا خليه يعير ثمان لعيبه. يبقى يقدر الاهلي او الزمالك اي لعيب يشارك معاه في نهائي دوري الابطال لو مش عايز في الموسم الجديد يقدر يعيره. بس مش معقوله ان انت هتحطه له ضمن الخمسه سواء في الاستبدال او في الاعاره. فعندك ثلاث حلول استثنائيه تقدر تمشي في اي سكه منهم. واحنا بنتكلم بقى على القيد وازمته والوضع الاستثنائي، هو اتحاد الكوره، بس عشان ما نظلمش الاستاذ عمرو الجنايني ولجنته، ده اللي حصل بقاله كام سنه، انك بتلعب بطوله كاس مصر في الموسم الماضي بقائمه الموسم الجديد، لانها بتتاخر فبتدخل طبيعي ضمن حسابات الموسم الجديد، فبتلعبها بقائمه الموسم الجديد، لا افتكاسه ولا اختراع ولا اي حاجه. بقالنا كام سنه السوبر المحلي بتاع السنه اللي فاتت او بطوله كاس مصر، انت بتبقى لعبت الادوار الاولانيه التمهيد وال32 وال16 واحيانا الثمانيه، ويتاخر لك السيمي فاينل والفاينل، يبدا الدوري في الموسم الجديد، تبدا القوائم الجديده، يلعب النادي كاس مصر لكره القدم في الموسم الماضي بقائمه الموسم الجديد. اظن حضراتكم تابعين وشايفينها، وده اللي هيحصل السنه دي بالمناسبه.